بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، يعني هذه مجموعة من التأملات الإيمانية القرآنية في كتاب الله تبارك وتعالى. أحببت يعني أن أتأمل معكم بعض كلمات القرآن. سوف أبدأ اليوم بأجمل كلمة في القرآن وأجمل اسم بالنسبة لكل مؤمن، هو اسم الله عز وجل. هذا الإله العظيم الذي خلق الكون ونظمه وأحكمه وأبدع كل شيء وأتقن كل شيء فيه، كيف جاءت كلمة الله عبر آيات وسور القرآن الكريم؟ هل نجدها موزعة عشوائيا، أم أن هناك نظام محكم إذا بحثنا عنه يمكن أن نكتشف هذا النظام؟ طبعا أيها الأحبة، الله تعالى جعل أسرارا كثيرة للرقم 7. يعني الرقم 7 في القرآن الكريم له سر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالله خلق 7 سماوات، 7 أراضين، الذرة 7 طبقات، الأسبوع 7، حتى في العبادات الطواف 7 أشواط، في الصلاة السجود على 7 أعظم أو أعضاء. الرقم 7 يدخل في كثير في كثير، السماوات 7، طبقات الجلد 7، فقرات الرقبة 7، العلامات الموسيقية حتى 7. يعني أي شيء تتلفت تجد الرقم 7، كأن الله نظم هذا الكون على هذا الرقم، الرقم 7، ونظم هذا القرآن على الرقم 7. لماذا؟ ليرسل لك رسالة أيها الإنسان المشكك الملحد المنكر، ليرسل لك رسالة أن الذي خلق هذا الكون ونظمه على الرقم 7 هو نفسه الذي أنزل هذا القرآن ونظمه على الرقم 7 أيضا. وهذه رسالة أيضا حتى لبعض المسلمين الذين ينكرون الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن الكريم. اليوم أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم اسم الله كيف ورد في القرآن. طبعا اسم الله له إعجاز كبير جدا جدا، ويحتاج لمجلدات الحقيقة، ولكن سوف يعني أكتفي بهذه اللمحة أو هذه اللطيفة الإعجازية التي يعني أذهلتني أنا شخصيا، وأحببت لكل أخ مؤمن أن يطلع عليها ويخشع قلبه أمام عظمة هذا الإحكام الإلهي الذي والله لا نجده في أي كتاب آخر إلا في هذا الكتاب العظيم، الذي قال الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة عجائب اسم الله في القرآن العظيم. طبعا أيها الأحبة، اسم الله ورد بصيغ مختلفة، مثلا الله، فالله، تالله، لله، بالله، ولكن مجموع تكرار هذا الاسم الكريم في القرآن 2699 مرة. أول شيء نكتشفه أن هذا العدد هو عدد أولي، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، لأن الله واحد سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. ولكن هناك شيء مذهل حقيقة أذهلني عندما اكتشفت بفضل الله تعالى أن هذا الاسم حسب الرسم الأول للقرآن الكريم الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورد على 7 أشكال أو 7 صيغ بالضبط. هذه أمامكم أيها الأحبة، لا يوجد غيرها، أن الله تعالى أعطى لاسمه الكريم 7 أشكال لرسم هذا الاسم أو 7 صيغ بعدد السماوات 7. الشكل الأول هو الله، وقد ورد 2395 مرة،
والشكل الثاني هو لله، هذه الكلمة تكررت 143 مرة. الشكل الثالث هو تالله، أيضا 9 مرات. الشكل الرابع فالله، تكررت في القرآن 6 مرات. الشكل الخامس لاسم الله هو بالله، تكررت في القرآن 139 مرة. والشكل السادس فلله، تكررت 6 مرات. وأخيرا الشكل السابع هو أبي الله، تكررت مرة واحدة. المجموع 2699 مرة. نتساءل هل هذه مصادفة؟ طبعا أيها الأحبة، يعني سوف نتوقف قليلا. الله عز وجل خلق 7 سماوات، هو خالق السماوات 7. قل من رب السماوات 7؟ سبحان الله، الله تعالى. هذا الإله الذي خلق 7 سماوات أراد أن يضع أو يجعل اسمه في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل يرد على 7 أشكال، نفس عدد السماوات 7، ليقول لك إن الإله واحد، المنزل واحد، والخالق واحد سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا كل شيء؟ لا، طبعا هناك المزيد. يعني أنا مرة طرحت سؤالا، قلت أريد أن أعرف اسم الله كم مرة تكرر على مستوى الآيات. عرفنا طبعا على مستوى القرآن كاملا 2699 مرة، عدد أولي لا ينقسم إلا على واحد فقط، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، لا يقبل القسمة على أي عدد آخر يسمى عددا أوليا. وبالتالي هذا العدد الأولي يشهد على أن صاحب هذا الرقم هو واحد أحد سبحانه وتعالى، لأنه لا ينقسم إلا على واحد. سبحان الله، شيء عجيب. يعني أحببت أن يعني أكتشف كل آية أو على مستوى الآيات كم مرة ورد هذا الاسم. بمعنى آخر، يعني هناك آيات ورد فيها اسم الله مرة واحدة، هناك آيات لم يرد فيها اسم الله أبدا، مثلا مالك يوم الدين لا يوجد فيها اسم الله، بينما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ورد فيها مرة، الحمد لله رب العالمين ورد فيها مرة. مثلا آيات ورد فيها اسم الله مرتين، آيات ورد فيها اسم الله 3 مرات، آيات ورد فيها اسم الله 4 مرات. ولكن يعني أحببت أن أكتشف هذا النظام، وكانت المفاجأة بالفعل. لذلك دعوني أتأمل معكم المفاجأة الثانية يعني إحكام هذا الاسم الكريم في كلام الله تبارك وتعالى. هنا أيها الأحبة، يعني طبعا لدي آيات لم يذكر فيها اسم الله كما قلنا، وهناك آيات ورد فيها اسم الله مرة، آيات ورد فيها مرتين، آيات 3 مرات، آيات 4 مرات، آيات 5 مرات، آيات 6 مرات، وآية ذكر فيها 7 مرات، وهذه فقط. يعني لا يوجد غير هذا النظام في القرآن، لا يوجد آية ذكر فيها اسم الله 8 مرات مثلا، لا، العدد الأقصى هو 7 بعدد السماوات 7. سبحان الله. وهنا نتذكر أن كل ذرة من ذرات الكون أيها الأحبة، جميع ذرات الكون تتألف من طبقات إلكترونية تدور حول النواة، طبقات تغلف النواة. عدد الطبقات يمكن أن يكون واحد كما في ذرة الهيدروجين، أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، وهو أكثر شيء
لا يمكن أن يكون للذرة أكثر من 7 طبقات، كأن الله تعالى يريد أن يقول لك إن الذي أنزل هذا القرآن وجعل اسمه يكون موزعاً بحيث الآيات يمكن أن تحوي اسم الله مرة أو 2 أو 3 حتى الرقم 7، هو الذي خلق كل ذرة من ذرات الكون وجعل فيها نفس النظام، سبحان الله، نفس نظام التوزع. يمكن الطبقة تحوي إلكترون أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 فقط كحد أقصى يعني، سبحان الله. لذلك هنا أيها الأحبة يعني شيء عجيب والله أننا نجد أن آيات القرآن العظيم تتناغم مع الكون، توزع الكلمات يتناغم مع الكون. طبعا هنا الآية التي ورد فيها اسم الله 7 مرات هي آخر آية من سورة المزمل. عدوا معي أيها الأحبة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله أي واحد يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يبتغون من فضل الله 2، وآخرون يقاتلون في سبيل الله 3، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله 4، قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 5، هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله 6، إن الله غفور رحيم 7. إذن أيها الأحبة، لدينا أكثر آية ورد فيها اسم الله هي هذه الآية، ذكر 7 مرات بالضبط. يعني والله إن الإنسان لا يعجب، هل المصادفة، هل العشوائية، هل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو من كتب القرآن كما يدعون، وأن هذا القرآن خضع للتحريف وللزيادة والنقصان كما يدعي بعض الملحدين الذين لا يستخدمون عقولهم عندما يقولون مثل هذا الكلام، أن هذا القرآن خضع للتغيير والتحريف والإضافات وأن مئات الناس كتبوا فيه وغيروا، يعني كلام فارغ، هل بعد كل هذا التحريف والتغيير نجد هذا النظام المحكم الدقيق؟ نجد أن اسم الله يتكرر في القرآن عددا أوليا 2699 مرة، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد كدليل على وحدانية الله، هل هذا صدفة؟ ثم هل صدفة أن نجد أشكال رسم اسم الله 7 أشكال فقط في القرآن الكريم؟ هل هذا صدفة؟ وهو خالق السماوات 7 عز وجل. وهل الصدفة جعلت اسم الله أيضا يتكرر عبر الآيات، آيات تحوي اسم الله مرة، آيات يتكرر فيها مرتين، آيات 3 مرات، وأقصى شيء 7 مرات بعدد طبقات الذرة، نعود للرقم 7. يعني هل يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أن هذه التناسقات الرقمية العجيبة كلها جاءت من مصادفة؟ وطبعا أيها الأحبة، هذه يعني هذا الشيء صغير جدا جدا لكي لا أطيل عليكم، وإلا هذا البحث يحتاج إلى ساعات طويلة لشرحه كاملا. نسأل الله تعالى أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأرجو ألا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.